النقطة المهمة كمان اللي أنا عايز أقولها لكم، إن أنا عايز أقول في فرق كبير قوي بين القيم والمثل في تناول الموضوعات، القيم والمثل الإنسانية في تناول الموضوعات، وبين المصالح وأدبيات السياسة الدولية. اوعى تخلطوا، أو اوعى وانتوا بتسمعوا الكلام يخلط في فهمكم الفرق بين الاثنين. احنا ممكن لما نيجي نتكلم عن القيم والمبادئ الإنسانية نتكلم كتير قوي، ولكن عندما يعني تستدعى المصالح نغير كلامنا، أو على الأقل ما يبانش إن احنا بنتغير وبنتجاوز ما نتحدث عنه. وأنا حاجي يعني هشكر الشاب دكتور عادل الحقيقة، لأنه هو كان يعني أنا بطبيعتي ميال بكلام مش مجاملة، ميال للشباب والشابات كثيرا جدا جدا، صحيح؟ فتناوله للمسألة واتكلم عن ان يعني التنافس الاستراتيجي بين القوى الكبرى، فانا الحقيقة هقول له مثل جميل قوي سمعته من اشقائنا في افريقيا. قالوا ايه؟ قالوا عندما تتصارع الافيال فلا تسأل عن العشب الاخضر والاشجار الصغيرة. عندما تتصارع الافيال لا تسأل عن العشب والاشجار الصغيرة. بمعنى يعني احنا لازم ننتبه ان الدول الكبرى والمتقدمه بقدراتها عندما يعني وده طبيعه الدنيا، طبيعه الحياه، طبيعه التدافع، طبيعه يعني ده امر مش غريب ولا شاذ، ده امر طبيعي في العالم الانساني اللي احنا فيه، ان ما فيش حاجه اسمها بالمطلق كده. يعني عشان كده قلت قبل العباره دي نفرق بين القيم والمثل الانسانيه وما بين المصالح والسياسات، ده امر وده امر، لكن هتظل المصالح هي الاداه والمحرك الرئيسي لحركه الدول في العالم. فانا بس عايز اقول له ان عندما تتصارع الدول الكبرى فالدول الصغيره بتدفع الثمن، ولازم تبقى الدول الصغيره منتبهه لنفسها في هذا الامر.